طبعا نحن اليوم عندنا برنامج تقييم الاداء لادارات بلديه الشارقه، مقسم او البرنامج مقسم على 3 ايام، اليوم الاول ان شاء الله. البرنامج مقسم الى قسمين اساسا، كان في قسم النظريه واطلاع الوثائق والملفات الادارات كلها، لجنه التقييم لها تقريبا نسبه 50% من درجه التقييم. اليوم او في التقييم الجزء الثاني هو التقييم المباشر مع الادارات نفسهم، فكل مدير اداره يعرض عمل ادارته مع الطاقم اللي معاه، ويستعرض سعاده المدير العام مع المساعدين مع لجنه التقييم، يستعرضون عمل او حسب معايير محدده، فكل اداره تعرض في هذا اليوم يعني العمل اللي انجزه فيما يتعلق بالمعايير السته.